السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سيدي الكريم. مرحبا سيدي. الناس كيما الناس كتكون انا كنشوف الاسعار راه تبارك الله ها كاين اقبال الحمد لله الحمد لله. السبب خلال الطلع اول حاجه مرحبا بكم معنا وشرف لينا تزورونا. احنا يعني هنا بمنطقه حدس ولا من نقطه 30 معروفه بشويه تقليم برشيد، يعني معروفه هذه المنطقه ببيع اللحوم الحمراء وعندها لقب ديال عاصمه اللحوم، يعني كانت لقبت من قبل بعاصمه اللحوم، معروفه بجوده يعني الجوده ديالها في البيع ديال اللحم. ويعني مؤخرا كنلاحظوا واحد الارتفاع اللي هو مهول يعني في اثمنه اللحوم الحمراء. هذا رجع لعده اسباب، يعني من بينها واحد تراجع يعني ونقص في التساقطات المطريه اللي كتعرفها بلادنا ككل يعني مؤخرا، وارتفاع يعني في الاثمنه ديال الاعلاف، وهذا اكيد غادي ياثر على ارتفاع ديال يعني اثمنه اللحوم الحمراء لا في المنطقه ديالتنا ولا في جميع انحاء المغرب. انا في البلاصه اللي كنت معروف حد السوان كيدير لك مسح السوان ضروري. نعم. كيف داير الايام الحركه؟ مؤخرا يعني هذا الارتفاع ديال الاثمنه اكيد اثر على الميزانيه ديال المستهلكين، اكيد يعني واحد الكميه مثلا ديال اللحوم في الشهر بالارتفاع ديال الاثمنه اللي وصلت تقريبا حتى للنصف بعض المدن، يعني اكيد غادي يكون واحد النقص يعني في الاستهلاك وفي الشراء يعني والاقبال. ولكن بالنسبه لنا حنايا هنايا يعني المنطقه ديالتنا اللي هي حد سوال من نقطه 30 معروفه بالشوايات، وهذه ميزه كتميز هذه المنطقه عندنا على بزاف ديال المناطق اخرى، بمعنى الناس كيخرجوا من اجل يعني يشويو ويتغداو عندنا يتعشاو، ولا كيجيو في ويكاند كيجيو في العطل. وبحكم ان هذا الطريق اللي حنا كاينين كنتواجدوا قرابين منها اللي هي طريق جديده، يعني واحد الطريق اللي طريق رئيسيه كتربط ما بين الدار البيضاء وما بين مدينه الجديده، بمعنى كاين حافلات كاين شاحنات كاين مسافرين يعني على 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 دائما 24/24 اللي كيدوزوا من هنايا، دونك يكون واحد الاقبال يعني كيهبطوا لنا المقاهي اللي كاين هنا في المنطقه وتيتعشاو ولا كيتغداو ولا كيديو معاهم مثلا لومبورتي ديالهم، ولا هذا الشيء مميز عندنا هذه المنطقه، وفي نفس الوقت كيخلي ان المستهلكين تيزورونا باستمرار، وحتى الناس ديال الجوار مدينه الدار البيضاء او محمديه 6 برشيد ولا منطقه الجديده، بحكم ان حد سوالم جات في واحد الموقع استراتيجي ديالها اللي جات في الوسط، يعني جات سونتخي في الوسط ديال هاد المدن. هذه ميزه اللي كتميز هذه المنطقه ديالتنا، معروفه بالجوده كذلك منطقه حد سوالم معروفه بجوده يعني اللحوم الحمراء، تاني ندبحوا الحمد لله العجل، والسلطات يعني صارمه في هذا الميدان انها كتحتم على ان هاد يعني هذه المنطقه تكون عندها الجوده يعني في بيع اللحوم، ويعني وهذا هو اللي كيخلي كاين واحد الحمد لله سمعه طيبه لهذه المنطقه هذه في جميع نقولوا انحاء المغرب. تماما الحمد لله اكيد اكيد، لان هي منطقه جات قريبه للطريق، احنا جينا قرب بيناتنا غير الباركينغ مع الطريق دي جديده، يعني الناس كتمشي وكتجي على هذا الطريق على طول الوقت، وحنا الاغلبيه ديال المقاهي ديال هذه المنطقه هذه كيبقاو حتى لساعات متاخره بالليل، يعني اللي كيخول واللي كيوفر للمستهلكين والمسافرين انهم يقدروا في اي وقت يجيو تيلقاو الخدمات، يعني كتقدم لهم المقاهي الخدمات ديال الاكل والشرب والشواء، ويعني وكل شيء كيكون متوفر الحمد لله، وهذا في صالح المستهلك. نعم. الدرجة الأولى كانت تقريبا واحد تبارك الله انت أكيد أكيد وكان الصرامة مازال ديال السلطات تماما تماما زيارات مفاجئة كتكون دايما زيارات مفاجئة دي كوميسيون لجنات يعني لجان اللي تيخرجوا كتكون واحد المراقبة يعني من ناحية النظافة ومن ناحية جودة اللحوم، يعني كيأكدوا على هذه المسائل وتيسهروا، يعني المستهلك كيكون دايما شي في الصالح ديال المستهلك أكيد، اللي خصو يجي يلقى يعني خدمة في المستوى ويلقى لحوم يعني جودة عالية،
وهذا هو اللي كنحاولوا نسهروا عليه وتنديروه يعني جاهدين في هذا الميدان هذا باش كل الامور يعني في الصالح ديال المستهلك. نعم المرأة الوحيدة اللي كانت في الصف ديال الحوانت. تماما كتحسي انت في المرأة وقادة الله يبارك فيك يا سيدي. نعم وصلت المرحلة ديال الرجال. نعم انا جديده في هذا الميدان ماشي قديمه عاد يلاه تقريبا هذه مده قليله وبسيطه باش جيت تكلفت بهذا المحل اللي هو كيعود الملك ديالو للوالد ديالي. شرف لي اولا انني انتمي لهذه المنطقه انا ولو بحكم انني يعني جيت من مدينه الدار البيضاء ولكن يعني شرف لي ان نكون من الناس ديال الساكنه ديال السوالم هذا يعني شيء يشرفوني والناس جيراني هنايا اصحاب المقاهي اللي قبل مني يعني كيعاملوني احسن معامله وتيقدموا لي يعني المساعده والنصح ولا احتاجيتهم شي حاجه ما تيبخلوش عليا وحنا كنا يعني دايرين اليد في اليد وكنا يعني كنسهروا على ان يعني هذه المنطقه تبقى السمعه ديالها طيبه كما كانت وتزيد القدام يعني وتكون الخدمات المقدمه للمستهلكين في المستوى ويعني ويكون دائما المستهلك كي كنقولوا يجي ويمشي فرحان عندنا ويعاود يرجع مره اخرى. هذا هو اللي كنا نحاولوا كلنا حنا يد في يد جميع يعني الملاك ديال هذه المقاهي 30 هنايا حد سوالم يعني يكون هذا الشيء نسهروا عليه هذا هو اللي تيهمنا. اختي شي رساله كبيره للزبناء ديالكم. نعم سيدي بالنسبه للزبناء ديالنا حنا تنرحبوا بهم دائما في اي وقت ونقولوا لهم مرحبا بكم عندنا هنايا في يعني في السوالم 30 المعروفه بالشويات اللي كتقدم يعني واحد الخدمه او خدمات يعني كبيره ويعني في المستوى المستهلكين جوده ديال اللحوم خدمه يعني في المقاهي في المستوى يعني جميع المقاهي اللي كاينين هنايا ويعني كنتمنوا ان يعني يكون واحد الحل جذري بالنسبه للارتفاع ديال هذه اللحوم الحمراء وهدف يعني في الصالح ديال المستهلكين والمواطنين ومرحبا بهم عندنا في اي وقت. شكرا لك اسيدي. كيفاش معايا متبقا شفتي كنا هنا في حد سوالم مباشره من حد سوالم من هذه السيده هذه صاحبه المقهى وصاحبه المجزره وديما سبحان تبارك الله ديما الصوره ديال سيدنا حاضره بقوه الجليج المغربي حاضر بقوه الصوره ديال سيدنا حاضر بقوه انتما كتشوفوا وانا السيده خدامه بيديها عمراء وقاده كيف كيقولوا. الى هنا متابعي قناه شو تي في نشكركم والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم الى اللقاء.